هدف الحكومة الفريد ومؤشر توجهها ومحور اهتمامها القطاع الخاص الذي بانتعاشه ينتعش الاقتصاد بأكمله، ومنه يبدأ فصل قد يكون انعطافة جديدة في الاقتصاد العراقي من خلال توفير بيئة حقيقية للاستثمار. فهل بدأ العداء التنازلي للحكومة العراقية للدخول إلى مضمار الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص؟ وهل ينجح الدور الأمريكي في تقوية الاقتصاد العراقي وصنع فلسفة جديدة لهوية الاقتصاد في بلاد الرافدين؟ ما المحفزات والضمانات والعوائق التي تتخلل عملية الانتقال إلى الحقبة الجديدة المنشودة؟ نناقش ذلك في حلقة الليلة من بالعراقي، خليكم ويانا. أهلا بكم في بالعراقي، معكم علي الزبيدي. وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي وتعزيزا لمبدأ الشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، اتخذ دعم واشنطن لبغداد أشكالا مختلفة، نستعرض بعضها في التقرير التالي. يشاركنا الحوار في فقرتنا الأولى لحلقة الليلة الملحق التجاري العراقي في واشنطن السيد مصعب. أهلا بك سيد مصعب أسامة، أهلا بك في بالعراقي ومساك الله بالخير. أبدأ معك أولا عن شكل وحجم التعاون التجاري ما بين بغداد وواشنطن. بداية شكرا أستاذ علي على الاستضافة ببرنامجك اللطيف. يعني بصراحة شكل العلاقة وحجم العلاقة بين بغداد وواشنطن هو كبير ومتنوع، يعني مو فقط علاقة تجارية واقتصادية، لا، هو يتضمن على عديد من المحاور الأمني والعسكري والتجاري والاقتصادي والصحي والبيئي وكثير كثير من القطاعات. إضافة إلى ذلك أنه هذه العلاقة هي مو جديدة، يعني العلاقة بين بغداد وواشنطن من 2003 إلى اليوم هي في تقدم مستمر وفي زيادة مستمرة. يعني صح اجت بعض الأوقات يعني مو سببها عدم الرغبة بتطوير العلاقات وإنما الاقتصادية، وإنما تضغى جانب على جانب، مثلا من صارت مع الحرب داعش ضد الإرهاب الدعم الأمريكي للعراق كان واضح جدا، لكن صار على حساب التعاون الاقتصادي والتجاري. زي ما تعرف حضرتك الولايات المتحدة الأمريكية حجم اقتصادها يشكل تقريبا 24% من حجم الاقتصاد العالمي، وحجم الصادرات الأمريكية بشكل عام، يعني هذا الاقتصاد هو اقتصاد عالي الدقة عالي الجودة، اقتصاد يمتلك إمكانيات عالية في صناعات متطورة جدا، وأيضا من الدول الرئيسية في العالم اللي تنتج المواد الغذائية اللي يحتاجها الشعب العراقي كأمن غذائي للعراق. فالحكومة العراقية مدركة هذا الشيء وتتعامل معه بموضوعية جدا، وإحنا يعني كحكومة عراقية ماضين بهذا الاتجاه، وحكومة السيد السوداني مصممة جدا على تطوير وتوسيع العلاقات. إذن يعني إذا نريد نقول هالمرحلة مرحلة حكومة السيد السوداني ونريد نفرقها عن المراحل السابقة،
شنو الأولويات اللي دا تشتغلون عليها لجذب المستثمر الأمريكي؟ لأنه لا زال هناك الكثير من التحديات. أستاذ علي، الأولوية الأولى للسيد رئيس الوزراء ولحكومة السيد السوداني هي الاقتصاد، الإصلاح الاقتصادي، هذه أولوية. وأولوية الإصلاح الاقتصادي هو دعم القطاع الخاص العراقي. القطاع الخاص العراقي اليوم إذا قدرنا نخلق شراكات بينه وبين شركات أمريكية ودخلوا إلى السوق العراقي، هذا معناه أنه إحنا قدرنا نوفر فرص عمل إلى آلاف من الشباب العاطل عن العمل. مثل ما تعرف إحصائيات وزارة التخطيط، المؤشرات تقول أكثر من 60% من الشعب العراقي هو تحت سن 25. صح لو لا؟ ذولا الشباب وهاي الإمكانيات ما نقدر، يعني الحكومة ما تقدر تستوعبها في الوزارات والتعيين. لذلك اليوم الحكومة السيد السوداني مصممة بشكل تام على تطوير الاقتصاد وتنويعه. وأعتقد يعني أنا ما أريد أدخل بالسياسة، ولكن الظروف الآن يعني والدعم الدولي والجو الإقليمي كله مهيئ بشكل كامل للسيد السوداني. كلام جميل. زين أستاذ مصعب، واحدة من الأشياء القطاع الخاص حتى ينمو وحتى يصير عندنا قطاعات كثيرة تأخذ هذه الأيدي العاملة والوفرة الديمغرافية اللي مقبل عليها العراق، المستثمر الأجنبي، الآن نحكي عن المستثمر الأمريكي، يحتاج إلى قوانين مستقرة وواضحة تضمن حماية رأس المال، تسهل عمل المستثمر، بالإضافة إلى الجنب الأمنية طبعا وضرورة استقرارها. اليوم شلون تقيم التحديات هذه على الأرض في العراق؟ وهل لا زالت هذه مشاكل عالقة تواجهوها لما تحجون ويا المستثمر الأمريكي مثلا؟ أستاذ علي، هنا أنا أريد أتكلم بجانبين. الجانب الأول ما يتعلق بالجانب العراقي طبعا. الحكومة العراقية الآن يعني بتعمل على معالجة القوانين اللي إلها تسبب إشكالات حقيقية، تسبب يعني عدم تطور القطاع الخاص بشكل فاعل. ولكن في نفس الوقت أكو قوانين أخرى جيدة، يعني قانون الاستثمار يضمن بشكل كامل الضمانات، يعطي ضمانات جيدة جدا للمستثمر الأجنبي. الآن الحكومة العراقية تعمل وبجد على أتمتة الجمارك واعتماد نظام الأسيكودا. إضافة إلى ذلك أنه كثير من الإجراءات اللي تقوم بها الحكومة العراقية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وتطوير القوانين وتشريع قانون جديد يضم جميع يعني أشكال الملكية الفكرية، لأنه بشكل عام يعني المستثمر الأجنبي سواء الأمريكي أو غير الأمريكي لما يريد يدخل إلى أي بلد يسأل على الجمارك ويسأل على الضرائب ويسأل عن حماية حقوق الملكية الفكرية مادته. لا ننسى أنه القطاع المصرفي الآن في العراق بعد التعاون الأخير بين بغداد وواشنطن بدأ يتحول إلى تحولات إيجابية جدا، وصار أصبح من القطاعات المصرفية الجيدة. أيضا يعني فالفرص بالعراق يعني جيدة جدا، وأيضا الحكومة العراقية دا تعمل على هذا الشيء. لكن أردحت من الجانب الأمريكي، وهاي أنا الموضوع ناقشة كثير يعني بحكم عملي هناك ملحق تجاري مع الأمريكان وحتى معالي السيد وزير التجارة في زيارته الأخيرة اتكلم معهم. يعني أنا دائما أسمع مثلا من الجانب الأمريكي أنه إحنا عندنا مشكلة المواصفة القياسية العراقية قديمة. أنا أقول له أوكي، قل لي شنو المواصفة اللي عندك بها مشكلة حتى أنا أتواصل ويا بغداد حتى يحلوا لك إياها. ما حد يجاوبني، في حين أنا تواصلت مع الأخوة في الجهاز المركزي لتقوية السيطرة النوعية وهم الناس يعني على تواصل مستمر ويا المنظمات الدولية في تطوير وتحديث المواصفات القياسية. أستاذ هذه مثل بسيط. أستاذ مصعب، الجانب الأمريكي من تسأله تقول له شنو هي المواصفة القياسية؟ زين احنا مو اللي يعني عندك مشكلة بيها. اي زين، العراق حتى بس هذه الجزئية مهمة، هل العراق من وجهة نظركم من خلال تصريحاتكم يعني أريد أسمع، هل العراق عنده كل المواصفات والمقاييس والاستاندرات العالمية مطبقة بالنسبة لما يتعلق بالعلاقة وتنظيمها مع هذه الشركات؟ أستاذ علي، المواصفة القياسية تتعلق بسلعة، والسلع تعرف آلاف السلع هي. فلما تيجي تبدأ تصدر السلع للعراق أو مثل ما أمريكا تستورد سلع لازم مطابقة للمواصفة القياسية العراقية، صح ولا لا؟ أعطيك مثل عملي. شركة بيبسيكو، تدري شركة بيبسيكو من أكبر الشركات العالمية في مجال الغذاء، ويمكن تسلسلها ضمن أول 10 شركات أمريكية من ناحية الحجم. الآن هي اللي تعمل بالعراق وعندها شركاء تجاريين في العراق، عندها معمل ينتج المشروبات الغازية
في بغداد، وعدها معمل ينتج الشيبس الليز وهذن المواضيع في سليمانية، رادوا يطورون خطوط الإنتاج مالتهم. الجهاز المركزي للتقي والسيطرة النوعية عدل المواصفة مال المحليات أو هاي المواضيع. يجوي علي لما تواصلت ويا التقيس السيطرة النوعية وسوينا وياهم اجتماع، بدأ الأمور يستجيب وتعدت المواصفة القياسية ونحل الموضوع ومشى. فاهم يعني؟ هذه حقيقة صارت وتجربة حقيقية. يعني لما يجوي وطرحوا المشكلة بالتحديد هم شو يردون، قدرنا نوصل إلى حلول. مو هو بالضبط. يعني أنا ليش أسألك؟ لأنه يعني استاذ مصعب، احنا مو العراق ما راح يجي يقول لك يرجع يخترع العجله مثل ما نقول. اكو قوانين موجوده، دول المنطقه كلها تستورد هذه المنتجات وعندها حتى مقرات لهذه الشركات. فالعراق يعني العراق المفروض ياخذ ايضا التجارب اللي قريبه عليه. اريد اسال، هل عندنا حجم، نعرف حجم التبادل التجاري بالارقام ما بين العراق والولايات المتحده؟ الحجم التبادل التجاري اللي راح اقول لك اياه حسب الاحصاءات اللي مثلا تنشرها هي وزاره التجاره الامريكيه، لعام 2022 تقريبا وصل 8 مليار دولار، لكن الكفة إلى العراق باعتبار يصدر نفط. أوكي. لكن أكو موضوع مهم، هذا ما يعطينا مؤشر حقيقي لحجم التبادل التجاري بين العراق وبين الشركات الأمريكية. يعني بس خلي أوضح هاي النقطة، يعني 8 مليار تميل لكفة العراق، يعني العراق دا يبيع لأمريكا أكثر من ما دا يأخذ منها. العراق دا يعطي لأمريكا بس نفط. إيه طبعا، والعراق وش دا يعطي؟ أني هذه قدر تعلق الأمر بساحة عملي في واشنطن، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عندها شركاتها تنتج في كل مكان في العالم، تنتج بالصين، تنتج بالهند، تنتج بكثير من الدول. فأكيد أنه شركات الأمريكية في تلك الدول تصدر بضاعاتها إلى العراق. إضافة إلى هذه، وهذه طبعا مشكلة مهمة، أنه يتم إعادة تصدير البضائع الأمريكية من دول الجوار إلى العراق باعتبار المقرات الإقليمية مال الشركات الأمريكية موجودة في العراق، وهذا يسوي كلفة طبعا. أو هذا بحد ذاته مشكلة. وأنا تحدثت مع الأخوة الأمريكان، يعني الأصدقاء الأمريكان، وقلت لهم يعني كان أكو موضوع عالق، موضوع الدواجن. دائما الجانب الأمريكي يطرح أنه إحنا ماذا نقدر ننافس الدواجن التركية ودول الجوار القريبة علينا وأيضا الأخرى اللي تدخل للسوق العراقي. قلت له أولا الحكومة العراقية ما تستورد دجاج، يعني هاي لازم تكون واضحة. القطاع الخاص هو اللي يستورد الدجاج. اليوم القطاع الخاص يروح يدور على السلعة المناسبة واللي يعرفها المواطن العراقي واللي سعرها مناسب، صح لو لا؟ إذا الشركة الأمريكية لا مطية تخويل بالعراق، لا عندها شريك داخل العراق يسوي لهم دعايات، لا متواصلة ويا أحد، شلون راح يعرف المواطن العراقي؟ في حين الشركات الأخرى داخله وعندها شركاء بالعراق وعندها حتى موضوع التجارية. يعني صار مصعب شيء بشيء يذكر، حتى شركات السيارات، يعني شركات السيارات هسه العراق ما ادري، يعني شركات السيارات مد تدخل للعراق ما شاء الله، شارع العراقي تروح تمشي به كلها سيارات تصعد حديثه. يعني اليوم تويوتا هسه بدونها من ما اريد اذكرها من اسماء شركات، يعني ما اريد ادخل بكل التفاصيل، ولكن اكو شركات، اكو شركات سيارات عالميه ولها سمعه عاليه جدا، عندهم شركاء قطاع خاص عراقي رصين في العراق اليوم. يعني احنا ما نفتقر للقطاع الخاص العراقي، فاهم علي؟ موجود. زين، اريد ايضا اسال المجالات التجاريه اللي اليوم تشوفوها واعده في العراق واللي يمكن الاستفاده بها مباشره من الاستثمارات الامريكيه، بعيدا عن القطاع النفطي طبعا. طبعا هو اكيد، لانه شوف هذا الموضوع همنا راح يرجعني الى نقطه ثانيه. لما تم تعيين السيد المسؤول الملف الاقتصادي في امريكا الأمريكي في بغداد، إجا زارني للملحقية وتحدثنا أنا وياه، قلت له خلي نترك موضوع التعاقدات الحكومية والنفط والغاز على صفحة وخلي نشتغل غير شغل، خلي نشتغل على القطاع الخاص، هذا إذا حققناه ونجحنا به إحنا رح نقدر نسوي، يعني يحسب إن كاني كملحق تجاري وكملحق تجاري بإنجاز، صح لو لا؟ المشكلة اليوم أنه التركيز مال الشركات الأمريكية قطاع النفط الكهرباء والصحة، يعني تصدير أدوية للعراق إذا أوكي ما عندنا مشكلة، وإضافة إلى الحنطة والرز. لكن تعرف حضرتك العراق به فرص كبيرة جدا، بلد شبه خام، يعني قطاع الخدمات مثلا، القطاعات المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني، أنت حسب الإحصاءات البنك المركزي أنه 80% من العراقيين يضمون فلوسهم بالبيوت مو بالمصارف.
زين اكو مصارف رصينه عندنا واذا تعمل ليش ما اخلق شراكات ويا مصارف امريكيه تعتمد؟ زين الدفع الالكتروني بالعراق تمام. ماكو، خدمات النقل، شنو يقول، خدمات شو يقولوا لك السياحه. جانب امريكي شو يقول لك؟ والله الرسمي هذا على الاقل. الموضوع المالي يعني موضوع معقد جدا، طيب موضوع المصارف وكذا، بس اكو قطاعات اخرى الفرانشايز ما يخالف. بحطيك استاذ استاذ مصعب خليني اقول لك شغله، خليني اقول لك شغله، ماني اليوم، ماني اليوم يعني عندي بالفقره الجايه راح يكونون عندي ضيوف امريكيين ويمكن دا يسمعون حضرتك الان، وواحده من النقاط اللي يقول دائما ويحكي بها الجانب الامريكي حتى الجانب العراقي صراحه مساله الفساد. يعني اكو فساد يقول لك المؤسسه الدوله بعدها ما مسيطره على كثير من ملفات الفساد، هناك مشاكل، هناك محسوبيات، هناك دفع، هناك كذا. المستثمر الامريكي يقول لك يابا خليني انا بالي مرتاح وبعيد عن هالسوالف، وقانونا حتى ما يقدر يدخل نفسه بهيجي موضوع لانه بالاخير هو يحاسب من قبل القانون الامريكي. شو نقول لهم للامريكيين؟ شو نقول لهم بهاي النقطه تحديدا؟ انا راح اسال سؤال، يعني هو المستثمر الامريكي راح لبغداد وطلبوا منه رشوه، يعني هسه حط طلب رشوه من شركه بيكسيكو بالعراق، شركه جي اي ده تشتغل بالعراق تحط طلب من عندها رشوه؟ لا مجاوبني، جاوبني شنو اجراءاتنا هسه، انا ما عندي واحد يجاوبني طلبوا منه لو ما طلبوا منه. لا 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 انا ماني اللي اقول الكلام استاذ مصعب، هذا الكلام يعني اكيد اكيد مسؤولين عنه، والناس والناس اللي يطلعون يحكون بي. اي تفضل. ارجع على نفس النقطه، ارجع على نفس النقطه مال المواصفه القياسيه، انت تقول لي اكو فساد، اتس اوكي، وين الفساد حتى انت منو بتزك؟ يعني نفس النقطه مال المواصفه القياسيه، اخي تعال وين مشكلتك حتى حللك اياها؟ يعني تفهم علي كل الناس تحكي بالفساد اوكي، يعني اذا نقدر نقدر نقول يابا اللي عنده ملف فساد من شركات او احد يطلب منه يجي اكو جهه تسمع له بالعراق. هو بعده مرايح، اي يعني هو الامريكي هو بعده مرايح اصلا اذا تفهم علي. شوف راح اعطيك ملاحظه مهمه جدا. تفضل. الشركات الامريكيه الكبيره شركات عملاقه وعلى مستوى العالم، المتطلبات مالتها عاليه جدا، واحنا كعراق بصراحه القطاع الخاص العراقي اكو جزء صغير من عنده ممكن يلبي هاي المتطلبات، لكن الشركات الامريكيه المتوسطه اللي حجم اعمالها اقل من 300 400 مليون دولار، اني يعني اعتقد ذولا مؤهلين جدا ومستعدين جدا يدخلون الى العراق. يعني اني مره تحدثت مع شخص امريكي وحكيت له على خطه رئيس الوزراء بخصوص الصناعه الدوائيه وتوطين الصناعه الدوائيه بالعراق، وشرحت له كيف ان قانون الموازنه يشتري خول وزارة الصحة تشتري المنتج لا. العراقي بسعر أعلى 10% من المنتج المستورد. قال يعني هيجي سماحات وهيجي شيء وعلى شعب 42 مليون نسمة، هذه ممكن أنا أشتري معمل مال أدوية وراح أفتح بغداد. بس هو يعني شركة زين. شركة متوسطة. بس سؤالي الأخير وحتى يعني ما أخذ أيضا من وقتك ومن وقت ضيوفنا في الفقرة القادمة، وين وصلت تحضيرات العراق لعقد الملتقى العراقي الأمريكي التجاري مع رجال اعمال اللي هو المفروض يعقد في الشهر الجاي؟ وشنو اللي يميز هذا الان غرفه التجاره الامريكيه ومجلس الاعمال العراقي الامريكي دا يحضرون على زياره لمجموعه من رجال الاعمال العراق الامريكان الى العراق، والسيد معالي السيد وزير التجاره استمع لهم في زيارته الاخيره هنا الى واشنطن، والان رئيس مجلس الاعمال العراقي الامريكي اصلا هو في بغداد عفوا، وقابل مجموعة من السادة المسؤولين لتهيئة الأجواء لهذه الزيارة. طيب. وفي نفس الوقت احنا في وزارة التجارة عندنا مقترح ده نشتغل عليه من قبل 6 شهور تقريبا، ده نعمل على إقامة منتدى أعمال عراقي أمريكي هنا في واشنطن، حتى نجيب رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص العراقي هنا إلى واشنطن ونخليهم يقابلون الشركات الأمريكية. طيب. فالموضوع احنا ده نشتغل بهذا الاتجاه، والنتائج ننتظرها وينتظرها شارع العراقي. أشكرك الملحق التجاري العراقي في واشنطن السيد مصعب أسامة، شكرا لك على هذه المشاركة، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. أهلا وسهلا. وبعد الفاصل، وبعد تعهدات بغداد للمستثمرين بتوفير بيئة آمنة، ما فرص نجاح الاستثمارات الأمريكية في العراق؟ خليكم يعني
أهلا بكم مرة أخرى، والحديث متواصل هذه المرة مع ضيوفي من واشنطن السيد ماثيو زيس كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن، ومن واشنطن أيضا السيد دوغلاس أوليفنت الخبير الاستراتيجي والأمني، ومن بغداد ويانا السيد باسم أنطوان الخبير المالي والاقتصادي. ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بكم ومساءكم خير. أبدأ معك ماثيو، الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا استثمارها أكثر من 172 مليون دولار في العراق منذ 2012 عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هذا فقط لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز شفافية الميزانية وتحسين الاستجابة وفعالية الحكومة بتلبية احتياجات وخدمات العامة. سؤالي لك، هل لمستم تحسنا في هذه القطاعات خلال عملكم في العراق؟ Thank you for having me. شكرا لاستضافتي. I'm not sure that we can rely on U.S. government programs. لست متأكدا أنه يمكننا أن نعتمد على البرامج الحكومية الأمريكية والتمويل لتحسين عمل الحكومة العراقية وللتوصل إلى التقدم الاقتصادي. كما قال الضيف السابق من السفارة وهو الملحق التجاري، لابد من العمل مع القطاع الخاص. كما أرى في ميزانية العام 2023 التي يعمل على تمريرها البرلمان العراقي، فهناك تحديات كبيرة تتعلق بنمو القطاع الخاص. ماثيو، وأنت تتابع للملفات العراقية، هنا طبعا نتحدث عن ملف اقتصادي، هل ترى بأن الحكومة الحالية حكومة السيد السوداني تسير بالاتجاه الصحيح؟ هل هناك وضوح في الرؤية الاقتصادية على الأقل من خلال اطلاعكم على الموازنة وعلى التفاصيل الاستثمارية كشركات ومستثمرين أمريكيين في العراق أيضا؟ أعتقد أن هناك مؤشرات مهمة تظهر أن حكومة السودان تتجه في الاتجاه الصحيح، وهو يريد أن يعمل بالطريقة الملائمة لإصلاح الاقتصاد العراقي والانتقال به إلى المرحلة التالية. هناك ميزانية جديدة يتم العمل عليها لسنوات ثلاثة، ستأتي باستقرار مالي للحكومة وللقطاع الخاص على حد سواء. أعتقد أيضا أن الحكومة اعتمدت مؤخرا العقود المتعلقة بالنفط التي كانت عالقة لسنوات، وكذلك دخلت في الدورة الجديدة في هذا الإطار. وهناك أيضا عقود مهمة جدا بالنسبة للعراق، وهناك قرارات تحفز الاستثمار الخارجي ليأتي في العراق عبر اعتماد النماذج القابلة للمنافسة إلى حد كبير. هذا طبعا ما يجدر أن يفعله العراق، ولكن هناك تحديات تواجهها الميزانية العراقية، خاصة فيما يتعلق بمعاشات القطاع العام وزيادتها، وهي مشكلة لأن ذلك سيفرض على الحكومة أن تتأكد أن هذه المعاشات تدفع، ولكن أيضا الإيرادات مرتبطة بأسعار النفط، ولو تراجعت أسعار النفط لسبب ما فإن الحكومة العراقية ستكون في موقف صعب للغاية. طيب، كلام مهم. دوغلاس أوليفنت، رأس المال جبان، مصطلح يتردد على لسان كثير من رجال الأعمال حول العالم. على الرغم من هذه المخاطر، فبعض الاستثمارات الأمريكية تحديدا في مجال الطاقة عملت ولا زالت تعمل في العراق، لكن إلى أي مدى لا زالت الهواجس الأمنية تقف عائقا أمام باقي المستثمرين الأمريكيين؟ نعم، طاب يومكم، يسرني أن أكون معكم ومع ضيوفي والمشاهدين. لا أعتقد الآن أن المخاوف الأمنية تؤخذ في عين الاعتبار في حسابات المستثمرين الذين يعرفون العراق خير المعرفة. طبعا هناك تأثيرات من الأيام
السيئة والاحتلال وداعش وبعض الدول لا تعرف وضع العراق الآن، ولكن للدول التي تحلل الظروف في العراق لا أعتقد اليوم أن المخاوف الأمنية هي مقلقة، ولكن هناك أمور أخرى تدفع برأس المال لأن يكون جبانا كما قلت أنت. لدي لائحة، هناك مخاوف تتعلق بالعراق، هناك افتراض أن المشاكل السياسية يمكن أن تظهر بين الفنية والأخرى عبر سقوط الحكومة على سبيل المثال، لأن الأمور ليست على مستوى المعايير الغربية، هناك الفساد. وكما استمعنا إلى الملحق التجاري قال أظهر لي الفساد، نعرف أن هناك فسادا، هناك مخاطر مصرفية، القطاع المصرفي ليس مثاليا، هناك أيضا أسعار العملة، كذلك أسعار السلع، إن انخفضت أسعار النفط إلى حد كبير كما قال الضيف السابق ربما لن يتمكن العراق من دفع فواتيره، وبالتالي ما يحصل بكل هذه العقود. كل هذه الأمور يفكر بها المستثمر الخارجي، والحكومة العراقية لابد من أن تجد حلا لهذه المشاكل. كما قال أيضا السيد زايس، نرى مؤشرات إيجابية ومشجعة من قبل حكومة السيد السوداني، ولكن تقرير ممثل الأمم المتحدة في بغداد يتكلم عن هذه المؤشرات، يقول إنها إيجابية وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك أمور كثيرة لابد من أن تصحل، وليس هناك من وقت للإبطاء. نعم، هناك عقود توقع، هناك مناقصات تحصل، هناك مؤشرات إيجابية في العراق، ولكنها ليست بالسرعة الكافية، لأننا إن أردنا من العراق أن يلحق بركاب الدول الأخرى وأن يهتم بكل المواطنين حوالي مليون يبحثون عن العمل كل سنة بعد تخرجهم. يعني دوغلاس، أعتقد بمجرد أن نفكر بأن المخاطر الأمنية لم تعد في ذهن المستثمر، هذا بحد ذاته لربما يراه بعض العراقيين بأنه خطوة إلى الأمام، لكن كل ما ذكرته من مخاطر أخرى وتحديات المخاطر الأخرى لا تقل عن المخاطر الأمنية، وأسمع تحديدا من بغداد في هذا الباب. أستاذ باسم، مساءك خير وشكرا لوجودك ويانا. إذن استمعنا لتقييم من الملحق التجاري في العراقي في واشنطن، واستمعنا إلى وجهة نظر أيضا أمريكية. أنتم في بغداد، كيف ترون التحديات الحالية التي تواجه الإصلاح الاقتصادي تحديدا في جذب المستثمر؟ وفي هذه الحالة نأخذ المستثمر الأمريكي كمثال، وليس بالضرورة هو فقط المستثمر الأمريكي الذي يعزف لربما عن الدخول إلى السوق العراقي. شكرا جزيلا، تحيتي لكم وإلى الضيوف الكرام وإلى السيد الملحق التجاري الأستاذ زميلنا الأستاذ مصعب. يعني بالتأكيد ما أشرت إلى من معوقات وعدم وجود بيئة جاذبة للاستثمار كانت خلال الفترات الماضية، بدأت تتناقص هذه الشروط والنقاط التي تعيق الاستثمار. اليوم العراق يحاول أن يحول اقتصاده من اقتصاد ريعي نفطي غازي إلى اقتصاد إنتاجي، وأكبر دليل قبل أسبوعين انعقد مؤتمر للمعادن، ناول عدة نقاط في وزارة الصناعة أخذت على عاتقها قطاع المعادن بمختلف أشكالها والبتروكيماويات والسمنت وصناعات أخرى عديدة والكبريت والفوسفات الذي يعتبر العراق أكبر منتج للكبريت في العالم والفوسفات ثاني بلد بالعالم. هذه مسألة مطلوبة لكي يقلل اعتماد العراق على الريع النفطي والموازنة تكون حبيسة الريع النفطي. فالآن الظروف تتهيأ، لكنه كما تعلم تحتاج إلى مراحل ليست بهذه السرعة. وأنا أختلف مع الإخوان أنه رأس المال جبان، لا، أنا عندي مقولة: رأس المال ذكي يعرف كيف يستثمر ويحتاط في الاستثمار
لكي لا يقع في مطبات. البيئة الاستثمارية بالعراق قد تكون غير كاملة، لكنه مع مرور الزمن هناك تحسن، هناك توجهات. أشارت السيدة السفيرة الأمريكية رومانسكي إلى هناك تحسن في لقاء أمس مع تلفزيون سكاي نيوز، وأشارت إلى تحسن الوضع بشكل عام. يعني كما أشار هناك مشاريع، مثلا مشروع بيبسيكولا المياه الغازية. كمل سبب. هذه تعتبر واحدة من أكبر المشاريع الصناعية بالعراق، وهي أمريكية بشراكة عراقية أو امتياز عراقي. كذلك المياه، لكن أستاذ باسم، الوحدة كلام جميل. أيضا يعني قالت أيضا السفيرة بأنه هي تستطيع أن ترى من شباك مكتبها لربما في السفارة المباني التي ترتفع والبناء الذي بدأ يظهر، وهذه علامات جيدة لا ينكرها الكثير من العراقيين الحقيقة. يعني أنا من الناس، سنوات ما رحت العراق، زرت العراق، شفت في بناء، لكن الموضوع أعمق، يعني الموضوع أعمق من هذا. هناك مخاطر سياسية، مخاطر قانونية، مخاطر مصرفية، وحضرتك سيد العارفين. أنا سؤالي، هل هناك خطوات جدية لتجاوز هذه المخاطر من قبل الحكومة العراقية؟ نعم بالتأكيد، يعني لكن كما قلت لك هي بطيئة، ليست بتلك السرعة. نحن تركنا التعامل مع الأمريكان منذ أكثر من 35 سنة، ونحتاج إلى التكيف مع القوانين الاستثمار الأمريكية، وبدأ التحسن. نعم الاستثمار لم يسير بشكل جيد بالعراق، لكن بدأ الآن خطوات متابعة من قبل السيد رئيس الوزراء واهتمامات جدية، وهناك تطور كبير يعني في هذا الموضوع. نحن نؤكد ليس الاستثمار التجاري، نحن نتطلع على استثمار صناعي واسع وكبير لكي أحل بعض المشاكل اللي يعاني منها العراق، وهي البطالة، زيادة الفقر، نسب الفقر بالمجتمع، فوجود قطاع إنتاجي بالزراعة بالصناعة. العراق محتاج اليوم إلى أرض بكر لاستثمارات كبيرة في مجال المعادن الأخرى والزراعة بشكل رئيسي. نعاني من نقص كبير في الإنتاج الزراعي، توفير المياه، طرق حديثة للسقي والرش بالتنقيط وغيرها من الطرق، لأن هناك هدر. زين أستاذ باسم، حتى أريد أنهي أيضا الجزئية الأمنية، أريد أنهي الجزئية الأمنية، وقلت حضرتك أنه رأس المال مو جبان، رأس المال ذكي. أريد هنا بهذه الجزئية، هل تعتبر بأنه الهاجس الأمني تحديدا هنا للشركات الأمريكية لم يعد موجود، وأنه الاستثمار آمن بالنسبة من وجهة نظرك؟ طبعا الاستثمار آمن في مناطق العراق، دا أحكي خارج أقليم كردستان. نعم في مناطق معينة هناك آمن، كما قلت لك الأمن يأتي بالتدريج، لكن هناك مناطق آمنة في الجنوب، في وسط العراق، الحلة، كربلاء، ديوانية، ممكن العمل واستثمار فيها وتحصيل يعني الفوسفات مثلا في المنطقة الغربية، ممكن تشغيل هذا المشروع الكبير العملاق. احنا ثاني بلد بالعالم منتج الفوسفات بعد انا يمكن بدي احكي حتى على المشاريع الاصغر. استاذ باسم اعذرني المقاطعه مره اخرى، احكي مرات على المشاريع الاصغر. يعني اذكر سنه من السنين واحد فاتح مطعم، او فاتح يعني حتى هو مو المطعم الاصلي، لمحل يعني ساندويتشات خلينا نقول، ولانه حاط اسم محسوب على شركه امريكيه فجروا له المحل. يعني هاي ما بقت موجوده. يعني أنا أقصد أكو شركات تسوي فرانشايز، يعني تسوي توكيلات داخل دول معينة، حتى هذه ما موجودة بالعراق. يعني هذا هم استثمار. لا خفت هذه خفت، يعني أكو هناك تفهم استيعاب. يعني المنطقة الغربية مثلا كانت أكبر منطقة طاردة للاستثمار، الآن المنطقة الغربية أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار، وهناك تعاون كبير زين وتطور واسع. أنا المشاريع الصغيرة طبعا لا أريد أن أذكرها، لأنه هاي راح تبقى للقطاع الخاص. يعني النقطة الأساسية
نحن فقدنا القطاع الخاص الأصيل، دخل قطاع خاص طفيلي مسنود من بعض السياسيين. ممتاز. أريد أن أخلق قطاع خاص صناعي أصيل. أخذتني استثمار سياحي زراعي. أخذتني بالضبط أستاذ باسم للفاصل واللي أريد أقوله، وإن شاء الله نكمل بعد الفاصل. وهل ينجح العراق بتنشيط القطاع الخاص وصنع فلسفة جديدة لهوية الاقتصاد العراقي بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المحلية؟ خليكم ويانا. أهلا بكم مجددا، نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام، وأعود إلى ماثيو زايس. أهلا بك مرة أخرى ماثيو. عدة شركات أمريكية عملت في العراق في مجال الطاقة تحديدا، NHK ربما شركتكم التي تعملون في مجلس إدارتها أيضا عملت في العراق سنوات، لكن اقتصر عملها في إقليم كردستان. سؤالي هنا، حتى في مجال الطاقة لماذا الاستثمارات لا زالت تتجه فقط للإقليم، وكيف يمكن نقل تجربة الإقليم إلى باقي مناطق العراق من وجهة نظركم؟ أعتقد أن أمريكا استثمرت في القطاع النفطي ليس فقط في الإقليم ولكن أيضا في كامل العراق، ونعرف مثلا أن إكسون وشيفرون وشركات كبيكر هيوغز وباكتيل أيضا تلعب دورا، وحتى هاليبرن. بعض هذه الشركات ما زالت موجودة إلى حد كبير. أما التحدي للعراق في المحافظة على الاستثمار الأمريكي كما سبق وقلنا، رأس المال ذكي نعم، والعراق يصبح أكثر وأكثر دولة تنافسية بين الشرق والغرب. وإن كانت هناك شركات كإكسون تعمل في جنوب العراق، وإن انسحبت هذه الشركة فستدخل الصين، وهي التي أيضا تستثمر 50% من النفط في العراق. ربما يجدر أن يكون هناك نوع من تشاطر الإيرادات الذي يمكنه أن يجذب الاستثمارات الخارجية، وأن تعتمد العقود النموذجية التي تشجع الاستثمار. عندها يمكن المحافظة على المستثمرين الأمريكيين ليكون هناك استثمار أمريكي يتنافس مع الصين ومع روسيا ويستثمر في نفط وغاز العراق. أبقى معك ماثيو، إلى أي درجة ترى أن الاستثمارات أو توجه التسهيلات العراقية إذا صح التعبير للمستثمر الصيني الأمريكي غيره، لأي مدى ترى هناك تأثير للعوامل السياسية والجيوسياسية في العراق على هكذا نوع من العلاقات؟ أعتقد أن رأس المال عندما ينظر إلى العراق أو إلى دول أخرى يركز دائما على الاستقرار السياسي، والاستقرار كان متقلبا في العراق. مع رئيس الوزراء السوداني ومع ائتلافه نشهد نوعا من الاستقرار، وكما سبق وقلنا ميزانية لثلاث سنوات ستأتي باستقرار كبير للاقتصاد العراقي. ولكن هناك بعض المشاكل في إطار الميزانية، هناك عجز قياسي قد يواجهه العراق لو انخفضت أسعار النفط. لو ازدادت أسعار النفط يؤدي ذلك إلى حل مسألة العجز على الأقل للسنة الأولى، ولكن كل ذلك يرتبط بأسعار النفط وقد تكون هناك أزمة. هذه هي التحديات الأساسية، ولا بد بالتالي من أن تكون هناك إصلاحات لجلب الاستثمارات الخاصة التي ستخفض من إنفاق القطاع العام الذي تقترحه ميزانية السيد السوداني. دوغلاس أوليفنت نقطة مهمة ذكرها ماثيو، وهي نقطة الاستثمارات الصينية مقابل الاستثمارات الأمريكية، والاستثمارات ليس فقط الصينية، الاستثمارات أخرى هناك يعني استثمارات أقل من بعض الدول، يعني ربما أقول ليست في الدول الغربية، ليست الدول الأوروبية وليست في الولايات المتحدة، لكن دول من آسيا، من شرق آسيا تحديدا.
أسأل بالنسبة لواشنطن، إلى أي مدى هذه الاستثمارات التي تدخل إلى العراق وتشغل حيزا يحتاجه العراقيون بالأخير ويحتاجون إلى هذه العقود وهذه الاستثمارات، إلى أي مدى تدفع الاستثمارات وبالتالي حتى التأثير الأمريكي اقتصاديا بعيدا عن المشهد العراقي؟ هل هذه نقطة أيضا يفكر فيها أو تفكر فيها واشنطن عندما يكون هناك استثمارات يملأها شخص آخر أو استثمارات أخرى تأتي من دول أخرى، في حين يعني هناك مجالات كثيرة الولايات المتحدة يمكن أن تدخل فيها في العراق؟ نعم، أنت تشير إلى نقطة مهمة جدا، وأتفق مع ما قاله ماثيو سابقا فيما يتعلق بالميزانية وخروج الشركات ليس فقط الأمريكية والغربية أيضا التي قد تغادر وتفتح المجال للنفوذ الصيني والروسي في البلاد. بصراحة نعرف لماذا الشركات الصينية والروسية تحصل على عقود، لأنها لا تبالي بنموذج الفساد الذي يسود في العراق حتى اليوم. الشركات الصينية والروسية تمرر الأموال تحت الطاولة للبيروقراطيين بشكل لا تقوم به الشركات البريطانية أو الاسكندنافية أو الأمريكية. ربما قد نرى مع هذه الحكومة، هنا أنا أتفق مع تقييم السيد زايس، أن الحكومة تتجه في الاتجاه الصحيح، رغم أن أي حكومة لا يمكن أن تكون مثالية، ولكن الاتجاه الصحيح نعم. وأنا آمل أن نرى المزيد من العقود مع الشركات الغربية، وهذا مؤشر إيجابي جدا. ليست ربما إكسون وشيفرون التي وقعت عقود مهمة، بل توتال، وليس شركة طاقة صينية أو روسية، وهذا مؤشر إيجابي جدا بالنسبة للغرب حول الاتجاه الذي يريد العراق أن يتخذه اقتصاديا. هذا ما علينا أن نراقبه. هذا لا يعني أن العراق لن يقيم علاقات اقتصادية مع دول مختلفة عبر العالم، حتى أمريكا تتاجر مع الصين، وبالتالي لابد للعراق أن يتاجر أيضا مع الصين. ولكن إن كانت غالبية العلاقات الاقتصادية العراقية تتطلع نحو الغرب فالأمور تختلف من العالم الذي تنظر فيه إيران، خاصة إلى إيران، إلى روسيا، إلى الصين. يكون الوضع مختلفا تماما والنماذج مختلفة تماما عندما يتطلع العراق إلى أوروبا وبريطانيا وأمريكا، والمنتوجات تكون مختلفة تماما. منتجات أمريكا، بريطانيا، أوروبا ستكون من نوعية أفضل بكثير، ولديها مستوى يتخطى المستوى، وتكون هناك شفافية أيضا، وتكون الشروط واضحة أيضا بالنسبة للشعب العراقي، خلافا لبعض العقود التي تأتي من الشرق. علينا أن نتابع الواقع. طبعا يمكن للعراق أن يقيم علاقات تجارية مع أي دول يريد عبر العالم، ولكن طبعا هناك الجيران للعراق الذين يعانون من عقوبات، وذلك يجعل تطبيع الاقتصاد العراقي صعبا. نتمنى أن يتغير هذا الواقع يوما ما، ولكن نرى أين يتوجه النشاط الاقتصادي، شرقا أم غربا. طيب دوغلاس، أيضا البيت الأبيض قبل أيام جدد حالة الطوارئ في العراق والتجديد له جنبات اقتصادية ومالية كما تعلم. بيان البيت الأبيض فيما يتعلق بتجديد حالة الطوارئ قال بأنه لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد. هذا جزء من ما جاء في البيان. كيف يمكن لهذه أيضا القرارات الأمريكية في هذه الحالة أن تؤثر على طبيعة التعاون الاقتصادي، على فهم الجانب العراقي لليد الممدودة من قبل واشنطن؟ لربما البعض يقول، وبالفعل حتى بالأمس كان هناك من يتحدث من بغداد معنا من المحللين السياسيين، وقال هذه ليست بالخطوة التي تريد بغداد أن تراها من واشنطن. Well,
نعم، حالة الطوارئ أسمع عن ذلك من بغداد كل سنة عندما يعتمد، وربما على المنظومة السياسية أن تفسر بشكل أفضل ما هو الهدف، حماية إيرادات النفط العراقية من كل المقادات التي ترقى إلى أيام صدام. هذا هو أمر تنفيذي، هذا ما يفعله هذا الأمر، هو حماية الإيرادات النفطية العراقية لكي لا تكون هناك مقادات بحقها. طبعا ذلك يؤدي دائما إلى بعض الفوضى في العراق، ولكن هذا هو التأثير الفعلي للأمر التنفيذي، لا يجدر أن نركز عليه كثيرا. ولكنك تشير إلى نقطة مهمة، العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ليست على المستوى التي يمكن أن تكون عليه، والحق على الفريقين، كل فريق عليه أن ينظم أموره. أعتقد أن حكومة السودان مجدداً تتجه في الاتجاه الصحيح في هذا المجال، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة. لا بد من أن تتحسن الأمور بسرعة في العراق ليتمكن باقي العالم من أن ينخرط في العراق. لا يمكن للعراق أن يتراخى ويتأخر. تكلمنا عن الصودا وعن الدواجن وعن الشيبس، نتكلم عنه. لو نتكلم عن سنغافورة لا نتكلم عن هذه الأمور. العراق لا يمكن أن يستمر في الوضع الحالي، لا يمكن إلا أن يلحق برقب الدول الأخرى. عليه أن ينظم أموره وبسرعة ليتمكن باقي العالم من التعامل مع العراق والانخراط في العراق بطريقة أكثر أمناً وبثقة أكبر وبنجاح أفضل. أستاذ باسم أنطوان، نأتي الآن للفقرة اللي حضرتك كانت آخر جواب حضرتك بالفقرة الفاتت، وهي نقطة كيف يمكن إذن الاستثمار بالقطاع الخاص باستخدام الاستثمار الأجنبي. شلون هاي؟ أنه تستفيد من قطاعك الخاص وانت جاي تستثمر ويا الأجنبي، لأنه بالأخير الاستثمار عجلة واحدة تدور، إذا استفادت من الشركات الكبرى أيضا تستفيد من إنتاجك المحلي. ما معقول العراق يبقى يستورد شيبس وصودا. يعني بالتأكيد نحن نتطلع إلى الاستثمار في المشاريع الكثيفة العمالة، لأنه عاني من مشكلة هي البطالة وارتفاع نسب الفقر. ومطلوب يعني من الجانب الأمريكي أن يفتش أيضا عن القطاع الخاص الأصيل، الصناعات اللي تستقطب عمالة أكثر واللي تغنينا عن الاستيرادات الأجنبية وتوفر للعملة. يعني العمل في دوائر الدولة اليوم كما تعلم، يعني موازنة العراق أكثر من 75% منها تشغيلية، وما تقدمه من إنتاج يعني للاستثمارات قليل جدا. يعني تستثمر الحكومة $1,000,000، بنهاية السنة تنزل $1,000,000 إلى 3/4 مليون. قطاع الخاص يستثمر $1,000,000، في نهاية السنة تحول إلى $1,500,000. نحن نتطلع إلى استثمارات بهذا الشكل. يعني أنا ما عندي دار عجزة حتى أكدس بالعمالة دون إنتاج، فمطلوب الآن إعادة النظر. يعني نحن نسمع عبر سنوات طوال من 20 سنة المسؤولين في الدولة العراقية، القطاع الخاص القطاع الخاص، دعم القطاع، لكن لم نجد دعم حقيقي للقطاع الخاص. الآن خلال 5-6 شهور الأخيرة وجدنا هناك توجه حقيقي في القطاع الصناعي، في دعم القطاع الصناعي، لكن بعد هذا ليس كافيا. نحتاج إلى بناء مدن صناعية مثلا، إلى استثمارات صناعية كبيرة، إلى توفير قوانين داعمة، قوانين تهيئ الفرص للقطاع الخاص، تذلل العقبات، وضع حد للفساد المستجري. كل هذه العوامل تكون ضرورية لتطوير القطاع الخاص وتنميته. اقتصاد الحر هو هذا الأساس ماله، أنه يلعب القطاع الخاص دور رئيسي إنتاجي لوجود حرص ومسؤولية بالقطاع الخاص في تحقيق نمو وتنمية. مشاريع القطاع الخاص هي الأجدر والأكفى. نحن كنا بعيدين، لازلنا نعاني من قوانين الاشتراكية للنظام السابق تطبق لحد الآن، وهذه كارثة كبيرة. أنا أريد
قوانين تمشي مع اقتصاد السوق الحر، وأطور المشاريع القائمة في وزارة الصناعة في وزارات أخرى أدعمها حتى أستطيع أن أحل محل الاستيرادات نعم. الأجنبية، وبالتالي أخلق فرص عمل. شكرا أستاذ باسم. نعم. وبدأت البنى التحتية أيضا. شكرا أستاذ باسم. وكل هناك عملية تطوير البنى التحتية مهمة. أشكرك أستاذ باسم طبعا ضيوفنا الكرام. أشكركم ماثيو زايس كبير الباحثين في المجلس الأطلسي من واشنطن. أشكر أيضا السيد دوغلاس أوليفنت الخبير الاستراتيجي والأمني، ومن بغداد أشكر السيد باسم انطوان خبير المالي والاقتصادي. الشكر موصول لكم سادتي. خلص الأسبوع، إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقات جديدة من بالعراقي. دائما خليكم ويانا، ولا تنسون خليكم ويانا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.